السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم، واتمنى تكونون بألف خير. معكم زياد هادي، الاستاذ في معهد الدراسات الموسيقية في بغداد، استاذ آلة العود والنظريات الموسيقية. اتمنى تكونون بخير، واحب اشكركم شكر جزيل على مشاركة فيديوهاتي في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يحملني مسؤولية كبيرة أمامكم وشرف عظيم أمامكم أنه أقدم الشيء جديد. وأني أيضا أشكركم على آرائكم وآراء الأصدقاء، خاصة حول يومية يعطوني أفكار جديدة حتى أقدر أساهم بها وأرضيهم قدر المستطاع. اليوم عندنا الإيقاعات، واللي دائما يركزون كثير من الأصدقاء كيف تتعامل أو كيف تعزف الإيقاع مع العود. طبعا الإيقاع لازم أنت تأسفه في داخلك أو تحفظه في داخلك وتتمرن عليه. هناك تمارين إيقاعية كيف تتمرن مع العود حتى تقدر تقويك وتوصلك مع الإيقاع. لاحظ هذا التمرين اللي مع إيقاع الرومبل، بالرغم أني أنه دائما أحب أنه تتمرنون مع التيونر، أكو جهاز تيونر غير هذا التيونر مع الدوزان أو مع تيونر الدوزان. هذا تيونر بذهاب وإياب، مثلا مثل الساعة، مثلا تك تك يعطيك مثلا تمرين 3 دي كروش، أو مثلا انوار مثلا، هو يضرب مثل بندول طق 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 طق، يمنى يمين ويسار. فأنت مثلا يعطيك انوار، يعطيك انوار، أنت ريشة الانوار أساسا تعرف أربع ريش، فيصير عندك مثلا 1 2 3 4 1 2 3 4، صارت عندك مال بلانش، فهو يسوي كنا سابقا نتمرن بيدينا اليسرى بآلة العود، فنسوي 1 2 3 4، كانت طريقة كذا. بعدين صححونا الأساتذة، قالوا لا، إذا أنت تسوي 1 راح يصير عندك ضربة واحدة، فأنت تسوي لازم المفروض 1 2 3 4، يعني ال 1 2 يصير عندك الأسفل ضربة والصعدة يصير عندك ضربة، فصير عندك 1 2 3 4. بالتيونر راح يعطيك اياها اسرع، راح يعطيك اياها 1 2 3 4 1 2 3 4. اذا بلانش يصير عندك 1 2 3 4 1 2 3 4، صار 8 ضربات. الان راح نلاحظ امامكم، نشوف انه امامكم هذا الايقاع اللي راح نتمرنه اللي هو الرومبا. هذا بعد ما انه انت تتمرن هذه الطريقه، فصير طريقتك انه بعدين تبدي تتمرن مع الايقاعات ولو الايقاعات السهله، ثم تنتقل الى الايقاعات الاخرى. لاحظ امامكم هذا الرومبا، الرومبا راح يصير عندك هذا التمرين. طبعا لكم هذا التمرين لكم مبتدئين، يصير عندك مي فا صفا مي فا صفا مي. كان مختصر لهذه ايقاع الرومبا اللي هو
أول بداية تبدي بها اللي هي أولا تبدي بحفظ الإيقاع بحفظ السمع، وتبلش بطريقة مباشرة طريقة ريشة، لكن هاي ما تصير عندك مباشرة، هاي يصير عندك ورا تجربة، ورا تتمرن أكثر، تعزف أكثر، ريشتك قوية تكون أكثر، أصابعك تكون أقوى، حتى تقدر أنه تعزف هكذا إيقاعات. أما الطريقة الأولى اللي أعطيتك إياها قبل قليل اللي هي مثلا مع اليتيونر يصير عندك 1 2 3 4، أو تتمرن مع الساعة، الساعة 1 2، لاحظها 1 2، وتسرع بعدين بالسرعة. على احنا كنا سابقا نتمرن حتى على دقائق الساعة، يعني 1 2 3 4، سرعها انت اكثر، فصير عندك 1 2 3 4، 1 2 3 4، واكو ايقاعات كثير. مثلا عندك ايقاع، لاحظ مثلا اذا لاحظ مثلا ايقاع الوحدة عندك. انا كثير من الاصدقاء يسألون على ايقاع الهوى، صعب ايقاع الهوى. انت حاليا تريد، انت بعدك ما تعرف تعزف، تدخل دايركت على ايقاع الهوى، صعب عليك يكون. تحياتي لكم وشكرا لكم، واتمنى انه استفاديتوا من هذه المحاضرة من هذا الفيديو. لا تنسون اللايك والاشتراك والاعجاب، وتحياتي لكم، مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.